هذا الميدان، ميدان الدستور، احد افرع واذرع المرموم. انطلاقه سليمه ورايعه لشوطنا الرابع والعشرين، وهو الشوط الخاص بالحجاج البكار، شوط من اشواط الانتاج والمنتجين. العالم الساحر، نسير بالصداره، نتابع البدايه والمقدمه، وارهني اللي قادت المجموعه رهف بشعار سعيد بن احمد بن سعيد بن رفيعه على صداره هذا الشوط، تليها مع المركز الثاني سهام بشعار الدكتور سعيد بن سالم الشيخ، ومع المركز الثالث تتقدم الشاهينيه لمحمد بن خليفه بالجافله المنصوري. ننطلق مع المركز الرابع كي ارى التقدم والتسلل لمتعبه لراشد بن سالم بن راشد الهاشمي، خامس الانطلاقات من الجانب الاخر، من الجانب الاخر ارى التقدم والتسلل والانطلاق والدخول. مشاهدينا متابعين الكرام، من زعفران محمد بن هلال بن طنافة الراشدي، خامس الانطلاقات من الجانب الآخر، تأتي العزرة لعبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. بينما إذا انطلقنا مع المركز السادس، مع المركز السادس مغيظة تاتي سادسا بشعار سعيد بن راشد بن غدير، ومع المركز السابع من الجانب الآخر القدوم أيضا لمياس بشعار مسري بن سالم، أو أرى التقدم في هذه اللحظات المندهشة بشعار سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي. تاسع الانطلاقات، تاسع التحديات، نقوى حماد بن نايض الرشيدي ياتي بهذا الانطلاق مع المركز التاسع عاشرا. أرى التقدم، أرى التسلل، أرى الانطلاق الواضح في هذا الأداء الجميل بهذه التحديات الرائعة من الجانب الآخر. ومن الزاوية الأخرى تاتي شرقة ناصر بن حمد بن سيف بن عويضة الخيلي، يقدم شرقة على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول، جولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن بنعود مع الصدارة، مع لوحة الإعلان، لوحة الألف والميتين، موعد الإعلان، موعد التذكير، صدارة هذا الشوط والسهام على الصدارة للدكتور سعيد بن سالم الشيخ. من الجانب الآخر أرى التقدم مع رهف لسعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة مع المركز الأول، ولكن أرى أيضا القدوم التسلل مع مغيظة بشعار سعيد بن راشد بن غدير. من يعلن هذا الانطلاق؟ من يعلن هذا التحدي؟ المركز الثاني نقوى حماد بن نايض الرشيدي، ولكن التسلل مع دهشة لسعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي، يتسلل، يتقدم، ينطلق بتحديات دهشة. المركز الرابع، أو المركز الرابع بالفعل، التسلل مع الشاهينية محمد بن خليفة بالجافر المنصوري، وصول أيضا وتسلل وتقدم وانطلاق من متعبة لراشد بن سالم بن راشد هاشمي. بدت الأسامي تقترب من بعضها البعض بهذا الانطلاق، بهذا الاندفاع المثير. ومن الجانب الآخر الشبلة لعلي بن راشد بن مسلم، متعبة راشد بن سالم بن راشد الهاشمي المركز الثالث. من الجانب الآخر الشبلة لعلي بن راشد بن مسلم العمري، شعار ولد السهران القادم بكل قوة ينتزع ناموس لهذا الشوط بتحدياته، بتحديات الشبلة. ولكن متعبة، متعبة مع المركز الثاني راشد بن سالم بن راشد الهاشمي. اللحظات الأخيرة ما شاء الله، الشبلة تنطلق بناموس هذا الشوط في اللحظات الأخيرة. تهانينا، تهانينا لمالك الشبلة علي بن راشد بن مسلم ولد سهران، تهانينا والناموس. المركز الثاني متعبة راشد بن سالم بن راشد الهاشمي، المركز الثالث تأتي نقوى لحماد بن نايض الرشيدي، المركز الرابع، المركز الرابع مغيظة لسعيد بن راشد بن غدير، ومع المركز الخامس كان الدخول جماعي في تحديات هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الشبلة اللي قدمت الأداء المتميز في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية. جاءت بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 38 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا
لعلي بن راشد بن مسلم والسهران العمري. وسلام بدي يا سلام بالسلطنة مع الأداء المتميز، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني متعبة، جاءت بتوقيت زمني مقدار 4 دقائق 38 ثانية، 7 الزمن الثانية. تهانينا لراشد بن سالم بن راشد الهاشمي واللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول نقوة بتوقيت زمني مقدار 4 دقائق 39 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لحماد بن نايض الرشيدي.